الكلية ماشي مشكلة. احنا دابا في احنا في تمام. اللايف غادي يلا شوية ونبداو ان شاء الله. دابا هادي بلاصة ديال الأغبالة. اي جامعة أغبالة، لا ولكن احنا بعد على أغبالة هاي بواحد سي حسين، هاي سي كسن. دابا شي 40 كيلومتر باش بعد على أغبالة. 35 35 على أغبالة، وغتكون 35 على إيميلشي. ايوا جينا لوسط دابا، لوسط ما بين بني من الخنيفرة ودار عتافي لالت. المهم كنعرف داك الشيء، هنا ماشي مشكل. هذا تقسيم الترابي إذا تحية من جديد أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب قناة شوف تي في، أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من هنا من ضواحي أغبالة نيت سخمان بإقليم بني ملال. ماشي حنا في أغبالة بالضبط، ولكن واحد 35 كيلومتر حتى 40 كيلومتر من أغبالة، اللي هي يعني من في الطريق الإيميل شيل، يعني كنتواجدوا وسط بين جهتي درعة تافيلالت وجهة بني ملال خنيفرة. الأخ عفاك، إذا كما قلت متابعينا مشاهدنا الكرام، فحنا ماجيين في الطريق فتلاقينا بهاد الناس. هاد السيدة مشى ليه الجنان ديال البوعويد اللي كان غاسي ياكل منه يعني وكيعيش به، فمشى ليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسبب هو يعني الأمطار الرعدية الغزيرة التبرورية اللي جا البارح هنايا لهاد المنطقة. متابعينا مشاهدنا الكرام، غادي نخليكم مع هذا السيد غيحكي لنا شنو اللي وقع معاه بالضبط. هو كيتواجد جنب الواد. تفضل مولاي. مرحبا. السلام عليكم. شنو وقع لك البارح؟ اودي ما يداش الثاني غنزل سيدي ربي المول شمس اداد وسيف بالعربيه عافاك، وعاد نمشيو شويه شويه. جا معايا شريف، جا الواد البارح، اجي حداك. جا الواد البارح، عجت الرعده البارح مع الجوج ولا ثلاثه، بين الجوج ثلاثه، جوج ولا ثلاثة جو العشية. المهم ثلاثة العشية أيه؟ جا الواد، ها انتوما كتشوف، ها بو عويد مشى شحال خسر هاد السيد على هاد الحيط، مشى لقى بيوم مشى رزقو، قال لك شي 3 مليون ولا 4 اللي خسر على هاد الشيء. المهم ها انتوما كتشوف هذاك الشيء راه مشى. جا الواد ضربنا الجنان، ضربنا البيران، كل شيء مشى الله يقبل، وهذاك الشيء اللي عطى الله. دابا هاد انتوما بجنب هاد الواد ياك؟ ايه حنا في هاد الواد قلنا غير كسن. واد العبيد، مشى القنوانين، الواد القنوانين، القنوانين واد العبيد. ايه مشى الواد العبيد. دابا هاد المنطقة حنايا بعاد على أغبالة، بعيد على شي كيلومتر، باش بعاد على 35 حتى 40 هكاك، بين 35 40 ديال إيميلشي حتى هو. دابا هاد السيد مسكين ديال هاد الجنان هذا اللي هو واش 15 مليون اللي خسرت على هاد شحال 15 مليون اللي خسرت، خذ من عنده، خذ من عنده. 15 مليون اللي خسرت على هاد المشروع ديالي من الناحية ديال الشجر، غالي شي 15 مليون من الناحية ديال الكابيو، خسرت عليه شي 5 مليون. والشجر ديال غالي عليا، هاد الشجر كل عام تنديرو تقريبا راه تيمشي ليا، تيجي الواد تيديه ابو عويد ديالو. شوف تبارك الله كي دايره، تسكن وكدير هذا المشروع ديالك الفيلا. ملي كيطلع، ملي كيطلع هكا تيجي لينا الواد كيضربو، ما كاين لا مساعده لا والو من الدوله، راه غير هذا الشيء صافي. راه هادشي اللي كتعيش انت دابا؟ وصافي راه ما بقينا دابا باش غير مع الجنان دابا باش عايشين، غير مع الشيء باش عايشين. منطقه كامله تيعيشوا من بوعويد. صافي كل واحد يعيش على داك الشيء اللي عنده في الخدان ديالو، كل يعيش على التفاح ولا على بوعويد ولا كل واحد تاير شي حاجه ولا القصه ولا الربيع ولا كل واحد اش تيدير في الخدان ديالو. وهذا سميتو غير الفلاح الصغير اللي كاين هنا، غير الفلاح الصغير راه تيعاني الفلاح الصغير، ما كاين لا دعم لا والو من الدوله. علاش جات الرعده البارح؟ وجات مع العشيه، جات مع العشيه تقريبا مع الجوج، جات بدات مع الجوج وما كملت حتى المغرب. وجات تبروري، وتبروري تبروري قداش تقريبا قد القرقاعه الدوج اسمي، ولحمل الواد، وجا الواد على جوج خطرات. اييه جات واحد الكيمياء ديال الماء بزاف، نيت واحد الكيمياء بحال قلتي البحر اللي جا، يعني الكميه شحال هذه ما عمرنا كاع شفنا بحال هكا، ما عمرنا شفنا هذا الرعده اللي ضربات، ما عمرنا شفنا بحالها، ما عمرنا كاع بحال تبروري طاح لنا هنا في الدوار. كيطيح رقيق، ولكن هذا العام راه طاح كبير بزاف، نيت ماشي زعما ماشي تبروري، راه يقول لك بحال راه العجب اللي طاح بحال الكره ديال التينيس، بحال الكره ديال التينيس. راه تقريبا كبيره كبيره، واحده راه تيضرب شي واحد صافي راه تيطيحو.
انتوما دابا كيف اللاحين المتضررين باش كطالبوا تسمح لي؟ وكان طالبوا بالدعم من الدوله ولا سميتو لا تجي عند وزاره الفلاحه عاد تشوف هادشي اللي وقع لينا عاد طلع لينا بعدا عاد تشوف اش وقع اش وقع اش وقع هنا في الدوار. نخلو وياك شنو نشوفوا شنو وقع فيه. لا تبقى معايا عطيني الميكروفون باش ما نطيحوش انا وياك. يلا سير قدام ديالي انا تابعك. انا راه صعيب عليا عرفتي شنو واحد المنطقه هنا متابعنا مشاهدنا الكرام صعيب. صح لا نزيد الحجر نتوما شوفوا رانا واقف فوق الحجر. علاش ناخذوا شويه ديال لي ريسك لو ريسك هنايا يعني. مغامرة محفوفة بالمخاطر تقدر تطيح تقدر تدوز صعيب صعيب اجي معايا عمي اجي معايا وريني هنايا نحاولوا انا غادي نطيح هنايا صعيب 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 نجي نحاولوا باش اش دوزني من هنا عافاك؟ مرحبا دوزني من هنا؟ دوز زيد اش تجي من يدي باش ما نطيحش الحجر ما تخافش قول لي زعما تنجيبو الربحه انا وياك الاولى 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 ما تمشي هذاك واخا عطيني عطيني النموذج ديال السيد اللي مشى ليه شنو مشى ليه؟ نعم لا المرجع هنايا لا لا دوز هنا تبع هذا الخط تبع هذا الخط ما تخافش لا عطيني النموذج هذا الشجر دابا